اختتم وفد الشعبة البرلمانية أعمال مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 29 وحتى 30 من أبريل الجاري بدولة الكويت الشقيقة. وقد اتفقت اللجنة على تعزيز مجالات وعلاقات التعاون البحريني الخليجية من خلال تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية والعمل على تصحيح أي مغالطات تسعى لتعكير صفو العلاقات بين دول الخليج والعمل على إعداد وتشكيل السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم استقبل سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب وسعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري أمين عام المجلس ضمن مشاركتهما في وفد الشعبة البرلمانية البحرينية للاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية والذي يستضيفه مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة. وقد اختتم الاجتماع وعمله بمناقشة آليات العمل التنسيقي لوضع حلول للمعلومات المغلوطة التي تصل إلى البرلمان الأوروبي عبر مصادر تهدف لتشويه سمعة المملكة، مع ضرورة التعاون الخليجي الأوروبي المشترك في مجال الالتزام الدولي بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تفعيل أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية على الصعيدين الرسمي والبرلماني. طبعا اليوم الحمد لله احنا انتهينا من الاجتماعات كلها في وقت قياسي، وهذا حقيقة فضل الله سبحانه، ثم بفضل رئيس الاجتماع وسعادة الأمين العام الأخ علام الكندري. أبرز الموضوعات اللي تم بحثها اليوم هو التعديل على النظام الأساسي لعمل هذه اللجنة، والذي سوف إن شاء الله تنطلق منه إلى اجتماعات أخرى مماثلة في المستقبل القريب. بقيت التنسيق فيما يتعلق بالتعاون الخليجي الأوروبي البرلماني. طبعا اللائحة الداخلية هي من أهم الأشياء اللي لازم يكون موجود حق اللجنة التنسيقية هذه، كيفية التعامل، كيفية العلاقة بتكون بين الدول، وكيفية التعامل مع البرلمان الأوروبي. طبعا البرلمان الأوروبي في حوالي 750 نائب هناك أعضاء عندهم. اللجنة اليوم الحمد لله تطرقت إلى أكثر الأشياء إلى كيفية التعامل معهم بأي أسلوب بأي طريقة، كيف بتكون التصويت بين دول مجلس التعاون على المواضيع اللي بتدرج. بحث مجلس بلد الشمالية في جلسته الاعتيادية عددا من المواضيع الحيوية التي ترتقي بالمنطقة وترضي طموح قاطنيها، حيث تقدمت لجان المجلس بعدد من المقترحات توافق عليها الأعضاء بالإجماع. بحث أعضاء مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية فكرة تطبيق العمل بنظام الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية في شوارع وطرقات المنطقة، على اعتبار أنها مصدر للطاقة النظيفة وبديل آمن وصديق للبيئة. اليوم عرضنا في الاجتماع الاعتيادي مشروع إنارة بالطاقة الشمسية لجميع شوارع البحرين، وهذه من ضمن أهداف التنمية المستدامة نحو 2030، وهي مشروع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد. طبعا احنا ليش عرضنا هذه المشروع؟ بسبب توفير الطاقة والحفاظ على الطاقة للأجيال القادمة. من جانب آخر، كان مقترح لجنة تنمية المدن المتعلق بتعديل بعض معايير حالات الحريق وعوازل الأمطار حاضرا وبقوة في الجلسة، حيث شدد الأعضاء على ضرورة تعديل عدد من البنود خصوصا تلك التي تحول دون الاستفادة من تلك الخدمات. اليوم في الاجتماع الاعتيادي في مجلس البلد الشمالي مقترح تعديل أو الإصرار على تعديل معايير الحالات الحرجة كالحريق أو العوازل الأمطار. يعني نبي نلغي شرط، نصر على إلغاء شرط مرور عشر سنوات على امتلاك المنزل، كذلك رفع سقف الراتب إلى 800 دينار، كان في السابق 600 دينار لكن ارتئينا أن يكون 800 دينار عشان تستفيد شريحة أكبر من المشاريع الثانية.
كما توافق الأعضاء على المقترح الذي تقدمت به اللجنة الفنية بتعديل اشتراطات الترخيص للصالات متعددة الاستخدامات بسبب افتقار بعض الدوائر بالمحافظة لمثل تلك الصالات نتيجة لعدم توافق تصنيف تلك العقارات مع النشاط المراد إقامته عليها. الإسراع بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بتسهيل إجراءات السماح بالترخيص للصالات بالشروط التي يتم التوافق عليها مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومنها عمل الدراسات اللازمة لكل طلب على حدة بغض النظر عن التصنيف، وذلك لفتح المجال للترخيص للصالات المتعددة الاستخدامات في التصنيفات السكنية. إلى ذلك بحث المجلس تغيير تصنيف عدد من العقارات بالإضافة إلى عدد من المواضيع الحيوية التي ترتقي إلى طموح أهالي المنطقة. خولي القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.